وصلنا إلى الجزء الثالث والأخير من محاضرة الفارماكولوجي Lecture 3 اللي هي شنو؟ اللي هو موضوع الجنرال أنستيزيا. خوش، فالجنرال أنستيزيا هو شنو؟ هنا قال لك هذا تعريف بسيط عليه، هو Complete Loss of Consciousness and Movement، يعني تخدير العام حيكون شنو؟ هو الشخص حيصير له لوز كونشسنس، كومبليت لوز اوف كونشسنس، حيفقد الوعي بصوره كامله، وحيفقد شنو ياها الحركه، فالحركه والوعي اذا فقدين ايش حيصير له؟ جنرال انستيزيا. ماشي، فهذا اللي يقوله هنا. عندنا هنا هذا السلايد الاول، هاي مرزمه اللي هو شنو؟ هاي الاستيجات الاربعه، هاي كلش مهمات لازم تفهموها. وعندنا فوق اذا المصطلحات الثلاثه، عندكم هاي مصطلح مال الاندكشن والمينتنس، اللي يكونون مهمات هم لازم تفهمون فيهم. فعندنا بالبدايه راح ناخذ شنو الاستيجات اول شيء، بعدين شنو نرجع لهذين المصطلحات الاثنين المهمات. فالاستيجات ستيج 1 2 3 4 شنو اللي تعرفه من عندهم؟ تعرف الاسم مال الستيج وتعرف شنو اللي يصير بهذا الستيج. خوش، مثلا ستيج 1 شنو اسمه؟ انالجسيا، يصير تاثير مضاد للالم. خوش، انالجسيا. خوش، ايش يصير هنا بهاي المرحله؟ يصير مثلا عندك بيشن يبقى بعد واعي كونشس، ماشي، يبقى بعد ما فقد الوعي يعني دراوزي دايخ، ويكون شنو عنده سفر امنيجيا او امنيجيا، يعني عنده شنو امنيجيا. فهذان الثلاث شغلات، فهذان هذا الصوره انا جايبها من النت يعني. فعندنا مثلا ستيج 1 شنو قلنا اسمه انالجيسيا، تاثير شنو مضاد للالم. وش يصير بي هسه مثلا؟ هم هنا كاتبين وذاوت امنيجيا، بس الدكتور كاتب لنا امنيجيا، فهذا مش على الدكتور. ف انالجيسيا ايش حيصير وياها؟ حيصير وياها امنيجيا. بعد شو قلنا يصير دراوزي دوخه، شنو يصير بعد؟ يصير قلنا شنو؟ يبقى البيشنت كونشس، بعد البيشنت شبي؟ بيشنت از كونشس، يعني بعد ما فاقد الوعي. خوش، فهذان الثلاث شغلات اللي تصير قلنا بالستيج 1. فكل ستيج تعرفون اسمه وتعرفون الشغلات اللي تصير بي. فهذا يعني اول ما تنطي دراج يكون انا التخدير العام، اول ما يصير جنرال انستيزيا، اول ما يصير حيصير شنو بالستيج 1 اللي هو شنو؟ هذان الشغلات اللي حتصير بي اللي اسمه انالجيسيا، ويصير فيها ثلاث شغلات. بعدين وراها شو يصير؟ يجينا الستيج 2. الستيج 2 هذا شنو؟ اسمه الاكزايتمنت، كل شيء بيه حيتخربط، الريجولار ريسبيريشن، البلاد بريشر حيتخربط، يصير بي فوميتنج، نوجيا، يعني هذا الستيج 2 بي شنو؟ بي اثار جانبيه هواي، احنا هذا الستيج 2 ما نريد. ايش حيكون؟ حيكون مضر. فهنا الدكتور ايش كاتب لك؟ بالملزمه هنا كاتب لك انه هذا اسمه شنو؟ اكزايتمنت ستيج، وشنو اللي راح يصير بي؟ حيصير ديليريوم او ريجولار بلاد بريشر و لارينجوسبازم، حيصير بي ثاني ثلاث شغلات. فالستيج 2 ابو الاثار الجانبيه، هذا احفظ هذا شنو؟ بي اثار جانبيه، هذا ما نريده احنا. شنو اسمه اكسايتمنت ستيج، شنو حيصير بي؟ حيصير بي ديليريوم او ريجولار بلاد بريشر، ديليريوم يعني هذيان، ريجولار بلاد بريشر يعني ضغط الدم حيصير مخربط، و لارينجوسبازم يعني الحنجره ايش فيها؟ حيصير بيها تقلصات. فهذا من الشغلات احنا ما نريدهن، كلهن ادفيرس افكت وما نريدهن. فلازم يعني نتخطى الستيج 2. حتى الستيج 1 ما نريده، هو انالجيسيا. شو نسوي؟ احنا نريد شنو؟ انستيزيا. تجي على الستيج 3 اللي هو حيكون كلش مهم، شنو اسمه؟ اسمه انستيزيا. فهذا الستيج اللي احنا نريد نوصل له، يا ستيج نريد نوصل احنا نوصل للستيج 3 اللي هو تاثير الستيج اللي ايش حيصير بيه؟ التاثير مال التخدير، الجسم كلش حيصير بيه يفقد الحركه، والبيشنت راح شنو؟ راح يفقد الوعي، لوز كونشسنس، وشنو؟ لوز ريفلكسز اللي هي فقدان الحركه، ماشي، الجسم بعد نهائيا ما يتحرك ويفقد الوعي، ويصير شنو؟ ديب هايبنوسس. فهذين الشغلات اللي راح تصير، يعني انا اعرف انه هو يفقد الوعي ويفقد الحركه، وين؟ بالانستيجيا اللي هو ستيج 3. فاحنا احنا وين نريد نوصل؟ يا ستيج 3 اللي هو حيكون المهم. تجي على ستيج 4، ستيج 4 هذا هم الستيج 4 بي ادفيرس افكت، وما نريد نوصل هذا الستيج 4. شو وقت يصير؟ لما يصير اوفر دوز. خوش، لما يصير جرعه عاليه شنو اللي حيصير؟ حيصير ديبريشن من منو؟ الكارديو فاسكولار ريسبيراتوري سنتر، نفس مال الابيويد والبنزوديازبين. كانوا شو يصير هناك؟ اذا تنطي جرعه عاليه حيصير كارديو فاسكولار كولابس، حيتثبط الكارديو فاسكولار والريسبيراتوري همين، حيصير له ديبريشن. فهذين الاثنين حيثبطون، وقلنا ذن حكينا عليهم، هو قلنا ذن شنو؟ يؤدي الى الموت بالاخير. فهاي كلش خطيره، يعني هذا الستيج 4. فاحنا ما نريد يا ستيج 1 ما نريد، هو ما بي هو مو ادفيرس افكت، يسوي انالجيسيا، بس احنا ما نريده. ستيج 2 ما نريده، ستيج 4 ما نريده، يا ستيج نريد ستيج 3. خوش، احنا نريد ستيج 3. تجي هسه شنو؟ نجي هسه ذن المصطلحات الاثنين، اندكشن ومينتنس، هذني لازم تفهمون فهم. خوش، اول شيء شنو الاندكشن؟
الاندكشن بكل اختصار هو شنو؟ الوقت اللي يوصل بيه الدواء الوين للستيج 3. ايش قد وقت وصل للستيج 3؟ ايش حنسمي هذا؟ اندكشن. خوش؟ هو وصول الدواء الى ستيج 3. بهاي الصوره تفهموا، مو تحفظوا تدرخوا، بس افهموا هو التايم اللي يوصل بيه الدراج وين للستيج 3. خوش؟ فهسه شلون راح نوصل الدراج للستيج 3 بدون ما يعني ما يصير عندنا الستيج 1 وستيج 2 اللي احنا مريدين، يعني قبل نريد نوصل للستيج 3. شلون نوصل؟ بيا طريقه، الطريقه اللي توصل بيها الى ستيج 3 وتتخطى ستيج 1 و2 انه تنطي الدراج يكون شنو؟ الدراج اللي تنطيه يكون شنو؟ فاست اونس اوف اكشن. الاونست اوف اكشن مالته ايش حتكون؟ فاست. فاذا كانت فاست فحيسوي باي باس المنو للان 1 ستيج 1 وستيج 2. اذا ما نريدهن احنا، احنا نهائيا ما نريد لا 1 ولا 2، ما نريد الدواء يمر بذني، يعني كل هذا الاول ما نريده ما نستفاد منه، والثاني بي ادفيرس افكت فاحنا ما نريده. فشلون نسوي باي باس؟ انه تنطي دواء يكون فاست اون سيت اوف اكشن. هاي اول شغله، هاي خلصنا الاندكشن، هذا لازم تفهمه. خاف يجيك اللي قدام الاستادات جاي تفهم شنو الاندكشن، هو وصول للستيج 3. شلون نوصل؟ ننطي فاست اون سيت اوف اكشن. نجي على المصطلح الثاني اللي هو مينتيننس. مينتيننس، مينتيننس معناه شنو؟ احنا بعد ما وصلنا للستيج 3 انطينا دراج وصل للاندكشن، يعني ستيج 3 صار الاندكشن، هذا الاندكشن ما راح يبقى لفتره طويله، لا راح لازم نخليه يبقى بصوره مستمره. لما نخلي الاندكشن يصير بصوره مستمره هذا الشيء ايش حنسميه؟ مينتينز. لما الاندكشن يعني انطينا دواء وصل ستيج 3 وبقى ستيج 3 لفتره طويله ايش حنسميه؟ هذا الشيء حنسميه هذا مينتينز. خوش؟ فسستيننس اوف اناستيجيا. شنو المينتينز؟ هو شنو الاناستيجيا؟ انه تبقى لفتره طويله. سستيننس هنا هاي سستينز عدلوها ايش تنكتب؟ سستين يعني الاناستيجيا حتبقى بصوره مستدامه خوش والفتره طويله، فهذا اللي يقصد بالمنتينز. خوش؟ فهسه الاندكشن انه نوصل لستيج 3، المنتينز انه نخلي الاندكشن يبقى بصوره مستمره، فحيتحول اسمه من اندكشن الى منتينز. خوش؟ يعني راح نخلي الستيج 3 يبقى فد 10 ساعات بصوره مستمره، بصوره مستدامه، فحنسمي هذا الشيء منتينز. زين، الشغلة المهمة بعد الثانية انه شنو الادمنستريشن اللي ننطيه للاندكشن والادمنستريشن اللي نعطيه من المنتنس، يعني طريقة الاعطاء بالاندكشن حتختلف عن المنتنس. بالاندكشن على مود نحصل الاندكشن ايش راح ننطيه؟ راح ننطيه الدراج يكون بصورة اي في. خوش؟ اي في، تعطي ابرة اي في قبل الجسم شنو؟ او راح يوصل وين؟ للستيج 3 اللي هو التخدير، بس شنو ما راح يوصل لفترة طويلة، فلازم وراح شنو؟ تسوي منتنس. زين شلون راح تسوي منتنس؟ لازم تعطي continuous IV، يعني الاي في كل شويه منطي، بس مو كل شويه ابره، يعني كل 20 دقيقه مثلا ابره، لا راح شو تسوي؟ راح تخليه يعني بمغذي مثلا ويظل يتقطر وشويه شويه ينزل، وراح يصير شنو عندنا؟ مينتينز. فاول مره تعطي اي في وبعدين شنو تعطي؟ continuous IV administration اللي هو هذا اسمه اللي دكتور اكثر شيء يستعمل هذا الاسم، خاف يجيكم continuous IV infusion. هذا شو وقت تنطي؟ على مود نوصل للمينتينز، على مود نخلي الانستيجيا تبقى بصوره مستدامه يعني وتطول العشر ساعات، لازم ننطي الدواء بصورة continuous IV infusion، يعني مغذي باختصار، خليه شوية شوية يقطر. أو شلون ينطو inhalated، مو بس continuous IV infusion، ينطي أما inhalated يعني مثلا غاز. خوش، أنا راح أخذها بالأخير الغازات اللي تكون general anesthesia، أو ننطي بcontinuous IV انفيوجن. هذا المختصر هم يخاف تشوفوه بالملزمه، هذا معناه انه اذا ننطي الادراج بصوره مستدامه فده يصير عندنا شنو؟ مينتنس. نجي على المصطلح الاخير اللي هو هذا مو كلش مهم، اللي هو ريكفري، يعني شنو؟ البيشنت حيطلع الدواء من جسمه ويوصل شنو؟ الى حاله اتشيفنج كونشسنس، راح يرجع الوعي له وحيرجع الرفلكسس الى الحركه راح ترجع له وحيرجع كل شيء طبيعي، فهذا الريكفري يعني مو كلش نركز عليه، بس الاندكشن والمينتنس تركزون عليه. الاندكشن معناها شنو؟ نوصل للستيج 3 والدواء ننطيه بكون فاست اونست اوف اكشن ولازم يكون اي في. خوش، اي في، بينما المينتيننس ننطيه كونتينوس اي في انفيوجن يعني مغذي، او ننطيه انهيليشن، اكو جهاز انهيليشن وادويه هم راح ناخذها باخير الملزمه راح تشتغل على هاي الشغله. خوش، فكملنا السلايد الاول، ننتقل للسلايد الثاني اللي هو الميكانيزم اوف اكشن اوف، طبعا مو لوكال، جنرال انستيجيا. هاي عدلوها مو لوكال، جنرال، يعني هو راح يشتغل على الجابا والنمدة، هذا كلهم بالدماغ موجودة، ف هاي عدلوها هاي هنا شنو؟ جنرال، هنا يكتبون جنرال. فهاي الميكانيزم اللي عندنا اربع ميكانيزمات. بالبداية انه الجنرال انستيجيا احنا شو نريد نسوي؟ للسي ان اس انهبيشن
لو ستيميليشن، هاي الشغله اللي مهمه لازم تعرفها لما تقرا ميكانيزم. احنا نريد نسوي للسي ان اس انهبيشن، ماشي، ديبريسنت نسوي للسي ان اس، فنريد شنو؟ نقلل النيورو ترانسميتر، يعني ماشي، على شو يصير؟ يصير جنرال اناستيجيا، خوش. فهاي الميكانيزم اللي راح ناخذها هسه كلها راح تقلل لك شنو؟ راح اسوي لك انهبيشن للسي ان اس. نبدا اول مره بالجابا ريسبتر. الجابا ريسبتر راح يسوي لي اكتيفيشن، خوش. انت تعرف الجابا ريسبتر انه هو شو يسوي؟ يدخل لك كلورين لداخل الخليه، ولما يصير الكلورين بداخل الخليه ايش حيصير؟ حيصير عندك هايبر بولاريزيشن، والهايبر بولاريزيشن حيؤدي الى شنو؟ انهبيشن للسي ان اس، سي ان اس ديبرشن. فهذا اول وحده يعني نعرفها، يقول لك هنا راح اسوي اكتيفيشن للجابا اي ذا سي ان اس result higher influx of chlorine، حيدخل الكلورين يعني اللي شحنته سالبه، وحيسوي لك هايبر بولاريزيشن، وبالتالي يثبط شنو؟ يثبط السي ان اس. هاي اول وحده. زين، نون سبيسيفيك انهبيشن اوف صوديوم شانل، تثبيط الصوديوم شانل. احنا قلنا الصوديوم شانل راح يدخل لك صوديوم شحنته موجب، ويسبب لك ديبولاريزيشن. ديبولاريزيشن معناه تحفيز للخليه. احنا هنا ايش حنسوي؟ انهبيشن هذا الصوديوم شانل، فبعد الصوديوم اللي شحنته موجب بعد ما يدخل، ولما ما يدخل الصوديوم اللي شحنته موجب ما راح يصير ديبولاريزيشن، وبالتالي ايش حيصير؟ حيصير لك انهبيشن للسي ان اس. من هذا يقول لك ليبوفيلستي اوف جنرال انستيجيا رايزز اب ذا دي الكتريك constant of the fluid system and CNS resulting inhibition of electrolytes. فهو يعني بالمختصر مال هذا لما نسد الصوديوم ما راح يدخل يعني الالكترولايت اللي هو الصوديوم اللي شحنته موجبه الى داخل الخليه، وبالتالي راح شنو؟ ما راح يصير ديبولاريزيشن، وراح يصير انهبيشن للسي ان اس. هاي يعني بس تفهمها فهم، اذا تحفظين، واذا شنو؟ اذا تفهمين فهم. نجي على النمذة اللي هي ان ميثيل دي اسبارتيت، اللي هي شنو النمذة؟ شو تسوي للسي ان اس؟ تسوي ستيميتري، خوش، يعني تحفز السي ان اس. فانت لازم شنو؟ تثبطها. فهاي الميكانيزم الثالث انه تثبط النمذة. فلما تثبط النمذة نعرف ايش حيصير. هم نفس النمذة شو دخل لك؟ دخل لك الكالسيوم اللي شحنته موجبه الى داخل الخليه، ويصير ديبولاريزيشن. اذا ثبطتها فما راح يدخل شحنته موجبه، وما راح يصير ديبولاريزيشن، وما راح يصير شنو؟ ستيميلاتوري، وانما راح يصير اكزيتاتوري، ماشي. فهذا اللي مال النمذة هم نعرفه. فهنا ايش يقول لك؟ لوز اوف نيرونال اكتيفيتي اوف ذا ميسولمبيك سيستم، وبالتالي شنو؟ لما نفقد الاكتيفيتي مال الميسولمبيك راح شنو؟ راح تقلل الحركه. وهنا من نيكوتين ريسبتر نفس الشغل، نفس هذا اللي فوق بالضبط. نيكوتين ريسبتر هم اذا ثبطناه هم شنو حيصير؟ حنقلل الريفلكس، موتور ريفلكس، حنقلل الحركه، خوش، ريزولت لوز اوف موتور ريفلكس. يعني انت تحفظ ذني، تدرخ ندرخ ذني ندرخ الاربعه، وذني تفهم فهم، خوش. اذا جاب لك سؤال هو قال اجيب شورت انسر المد، فتعدد لذني وتشرح لهاي انت حسب الفهم مالتك، يعني مو اللي نص منه، هو حسب الفهم مالتك. فارماكو كاينتيك كاركترايز اوف انستيشيا، هاي هم شنو؟ نفهمها فهم، هذا شيء بسيط وسهل، يعني حتى يعني ما تحتاج تقرا، تفهم بدون ما تقرا، بس انا راح اشرح لك بسرعه سريعه. بالبدايه عندنا ترانسفير فروم سايت اوف ادمنستريشن تو بلاد. عندنا الادراك بالبدايه، احنا مو قلنا احنا نطيب اي في، فحينتقل وين؟ للبلاد، او اخذناه عن طريق الغاز، فحينتقل من اللاكس الى وين؟ الى وين؟ الى البلاد، خوش. سواء اخذناه غاز او اي في، فالدواء بالاخير وين راح يصفى؟ راح يروح بالدم، خوش. لما راح يروح للدم حيروح ترانسفير فروم بلاد تو ذا رابيدلي اكواليبريتنج كومبارتمنت. شنو هاي الاكواليبريتنج كومبارتمنت؟ هاي شنو معناها؟ معناها الهاي فاسكولارايزد اورجان، الاورجان اللي يكون فيها شنو؟ فاسكولارايزد هاي، خوش. فاللي هي شنو اللي تكون هاي فاسكولارايزد؟ اللي هي البرين والليفر والكدني، هاي يكون بيها فاسكولارايزد، تكون بصير يعني تكون بيها شنو؟ هاي فاسكولارايزد، ويسميها شنو؟ يسميها الدكتور هنا رابيدلي كولابريتنج كومبارتمنت، خوش. فالدراج بالبدايه حيروح للبلاد، دي من البلاد الى الاورجان اللي تكون هاي فاسكولارايزد، اللي هي البرين او الليفر او الكدني. المصطلح الثاني الهاي فاسكولارايزد اللي هو شنو؟ الايكوليبريتنج كومبارتمنت، خوش. الايكوليبريتنج كومبارتمنت او الهاي فاسكولارايزد اثنيناتهم نفس المصطلح، خاف يجيبين بالام سي كيو ما تفهمون، فهنا نفس الشيء. هاي فاسكولارايزد اورجان اللي هي الليفر والبرين والكدني، احنا وين نريد الدراج يروح؟ نريده يروح للبرين، انا مجي اشتغل طبعا، فحينتقل من البلاد الى وين؟ الى البرين. لما يوصل للبرين حيسوي الاكشن مالته، طبعا حيسوي الاكشن.
بعدين ورا ما انتقل للبرين، هاي بدي يطلع من البرين وين يروح؟ يروح لللو فاسكولارايز اورجان، اللي هنا شو مسميها الدكتور؟ اللي هنا مسميها سلولي اكوليبريتنج كومبارتمنت. ماشي، هنا ربط لي هنا سلولي، السلولي اللي تكون تكون شنو؟ اللي معناها مو هاي وانما سلو فاسكولارايزد اورجان، اللي هو من اللي هم هذول الاثنين السكلتون ماسلز والاديبوس تيشو. فبعد ما يطلع الدواء من البرين وين راح يروح؟ حيروح لللو فاسكولارايزد اللي هي الاديبوس تيشو والسكلتون ماسل همي، بس اكثر شيء حيروح للاديبوس تيشو. فالدواء هذا طريقه من البلاد الى البرين الى الاديبوس تيشو، من البلاد الى الهاي فاسكولارايزد الى اللو فاسكولارايزد. هذا هو شنو؟ هذا هو هذا الاستاد مال الكاينتيك. خلاص هنا بدي اشرح لك هاي المصطلحات، الهاي فاسكولارايزد بدي اشرح لك اياها هنا. خوش يقول لك انه الجنرال انستيك حيتجمع بالبدايه وين؟ بالهاي فاسكولارايزد اللي هو البرين، اكثر شيء بالبرين، هنا بدي يروح للبرين. وهنا بدي يقول لك حيتجمع بسرعه بطيئه وين؟ حيتجمع بسرعه بطيئه بالسكلتون ماسلز والاديبوس تيشو. هذا من وين الجنرال انستيك حيتجمع هنا؟ خوش اندكشن اوف انستيك، اندكشن شنو اندكشن؟ يعني وصول الدواء لستيج 3. شلون يوصل الدواء لستيج 3؟ ننطي، ايش قلنا؟ ننطي الدواء يكون اي في، اي في لازم يكون وعنده فاست اونست اوف اكشن، تذكروها هذا الاندكشن. فهسه راح يشرح لك هنا الشرح هذا تفهمه فهم مو تدرخه، فهم بس تفهمه وتعرفه. فنشرح هذا المقطع بالبدايه عندك ريفيوجن ثرو اوت اوف بلاد، يعني تفهم هذا اللي جوا شنو. خوش بالبدايه الادراك قلنا شنو وين يدخل؟ يدخل الفينس سيركليشن، راح يدخل وين؟ للبلاد، للسيركليشن سيستم. خوش لما دخل حيصير شنو الادراك؟ از بوند تو بلازما بروتين. الدواء لما دخل للسيركليشن سيستم اكو بلازما بروتين اللي هو الالبومين وين؟ بالسيركليشن سيستم. فالادراك وين حيتشلب؟ حيتشلب بهذا البلازما بروتين. واكو هم من دواء فري حيكون بصفه. خوش فهاي اول نقطه، ان الادراك لما يدخل للسيركليشن سيستم حيتصل منه بالالبومين بالبلازما بروتين. خوش واكو جزء من عنده حيصير بصوره فري. خوش اللي تعرفه شنو هو؟ انه هذا المتصل بالالبومين هذا ايش بيه؟ هذا حيكون نان ايونايزد. خوش حيكون نان ايونايزد، بينما اللي غير متأين اللي هو من هو؟ اللي ذا اللي هذا اللي تشوفوه النقاط هاي شنو؟ جيت ايونايزد. فالبوند تو بلازما بروتين هذا ايش بيه؟ هذا غير متأين. اللي وحده موجوده بصوره حره يسبح بالدم هذا ايش بيه؟ هذا متأين. خوش كمل النقطه الثانيه، النقطة الثانية circulation with blood. بابا هسه احنا شنو اخذنا الدواء اي في بالبداية هنا وراح بال circulation system بال يعني بالدورة الدموية وبقى يمشي، وقلنا صار شنو ionized وان ionized وصار واتحد ويا بلازما البومين، بعدين وين راح؟ انتقل الى شنو؟ الى left cardiac chamber. وين راح؟ لل left cardiac chamber. تشوفون هذا هذا القلب تقسمه قسمين، جزء من هنا اليسرى من هنا اليمنى. خوش الجهة هاي يسرى هاي اليمنى. ف الدواء سبح 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 وين اجى؟ طب منا من الاورطة وين راح؟ راح سبح سبح من راح على الليفت تشامبر، هذا الليفت هسه ليفت فينتريكل، بعدين راح للليفت اتريوم وطلع وين راح؟ راح لل منو؟ للرئة لللانكس، بعدين من الرئة شنو؟ رجع هنا وصل وين؟ للبلامناري، بعدين من البلامناري راح وين؟ للرايت تشامبر هسه، من الرايت تشامبر بعدين طلع. فهمتوا شلون صار؟ فدي يقول لك هسه راح ليفت تشامبر بعدين وراها للبلامناري للرئه لللانكس، هاي مثل ما وضحت لكم هنا، بعدين وين وراها؟ وراها وين راح؟ رايح لل راح لل هذا الرايت اتريوم والرايت فينتريكل رايت كارديك تشامبر يعني، بعدين شنو؟ از بامد اوتسايد ذا هارت تو فيزول ريتش اورجان. خوش فهاي الطريق ما تباوع نعيده، خلينا نعيده، انا متفهمه على الرسم تفهمه يعني اسهل. بالبداية لازم يعني حافظ التقسيم مال القلب شلون صاير، هذا من هنا ليفت من هنا رايت باتريوم وفنتريكل. خوش فور تشامبر. فالدواء من هنا اجى من الاورطه، هاي من هنا هاي الاورطه اللي توزع الدم لبقيه اعضاء الجسم، اجى من هنا راح وين؟ للليفت تشامبر، هذا اللي هو ليفت اتريوم وليفت فنتريكل، وبعدين وين؟ وصل للليفت اتريوم وطلع منه، هذا طبعا من هنا مال البلامناري حيروح للبلامناري للرئه، هنا أنا راح للبلامناري، بعدين راح للبلامناري وراها وين؟ رجع هنا همين رجع من البلامناري، راح وين؟ للرايت فينتريكل وبعدين الرايت اتريوم اللي هو هذا شنو؟ وصل للرايت تشامبر، بعدين شنو؟ طلع اوتسايد اوف كارديك وراح وين؟ للبرين وراها. فهذا هو طريقه، فهمت شلون طريقه؟ انطيناه اي في
فطب منه انا هيك راح هيك بعدين شنو هيك وطلع راح وين راح للدماغ اللي صاير لي فوق هوش. فهذا اللي دي يقوله هنا انا تحفظ على الرسم مثل ما وضحت لكم راح تفهم هذا كله. هنا دي يقول لك هايبر بورشن اوف دراج اكيوميليت ان سيريبرال سيركوليشن اند ذن فلو تو ذا برين according to lipid solubility concentration gradient of unbound fraction degree of ionized and lipid solubility. يقول لك هنا ليش يقول لك هاي بروبورشن كمية نسبة كبيرة من الدراج اللي صار له accumulate in cerebral circulation شنو هو؟ يعني الدواء اللي راح يتجمع ويروح للبرين يعني اللي دي يطلع منه انا ودي يروح للبرين راح يعتمد على عدة شغلات اللي هو ذن لازم تحفظه according to lipid solubility. اذا كان ليبيد سوليب يعني حيروح بصوره كبيره للبلاد برين بارير يعبر البلاد برين بارير يعني ويروح للبرين ويتجمع اند سيركوليشن جريدينت امباوند فراكشن. اذا كانت الامباوند دراج هذا الامباوند تشوفوه اذا كان قليل والباوند اكثر من عده فشنو هو؟ فالباوند طبعا هو اللي يروح يعبر البلاد برين بارير و يعني يصير شنو بهاي بروبورشن بنسبه عاليه حيصير. والنقطه الثالثه اللي هي ديجري اوف ايونايزيشن قلنا هو الباوند اللي هو الايونايزيشن فاذا قل الانباوند وزاد الباوند فشنو الديجري اوف ايونايزيشن اذا زادت حيصير يتامن قدك شنو البروبورشن النسبه مال الدراج. فهاي اللي يقوله هنا. بعدين لما يوصل للسايت اوف اكشن طبعا هذه ايدها هاي النقطه الاخيره اللي بالسوليبلتي مرتين ايدها هنا انا مره وهنا مره. بعدين اخر خطوه حيصير شنو الاندكشن اوف انستيجي ايش حيصير لك؟ حنوصل للستيج 3 اللي هو شنو هي تأثير مال الاندكشن وصلنا للستيج 3 وصارت شنو الانستيجي. فهذا اللي يقوله هنا تفهمه فهم تفهم هاي بالبدايه على هاي وبعدين هاي الثانيه على هاي الرسم والثالثه تحفظ لنا الثلاث نقاط خاف يجيبهم بالام سي كيو ورابع نقطه صار عندك الاندكشن هاي خلصت. وصلنا وين لهذا السلايد اللي هو الريكفري فروم انستيجي. هذا همين تفهم شلون تفهمت الاندكشن راح ترجع تفهم الريكفري. الريكفري ايش يصير؟ اول شيء راح يصير عندك ريديستريبيوشن اعاده توزيع. يعني شنو هذا الريديستريبيوشن؟ يعني الدواء مالتك حيطلع من السي ان اس ويروح وين؟ للبلاد. احنا بالبدايه مو راح الدواء من البلاد الى السي ان اس وعرفنا شلون؟ هسه الدواء حيطلع من السي ان اس ويروح وين؟ للبلاد. اللي حيقدر يطلع من السي ان اس اللي هو نون ايونايز الغير متأين خوش؟ يعني اللي نون ايونايز اللي هو يقدر يعبر البلاد برين باري فراح يطلع من السي ان اس ويروح وين؟ للبلاد. لما راح للبلاد بعد ما راح للبلاد وين راح يروح؟ حيروح لللو فاسكولارايز. وين حيروح؟ حيروح لللو فاسكولارايز ستريشن جريدين اند ذن تو ذا ليس فاسكولارايزد اورجان اللي سميناها اسمها الثاني اللي هي سلو كوليبريتنج اورجانز اللي هي سكلتو ماسلز والاديبوس تيشو. فقلنا انه الدراج بعد ما راح للسي ان اس حيطلع ويروح للبلاد وبعد وين راح وراها وين يروح؟ راح يروح لللو فاسكولارايز مثلا الاديبوس تيشو خوش. لما يروح للاديبوس تيشو راح يصير الديبوت شوي شوي يطلع من الاديبوس تيشو ويطلع برا الجسم خوش. فهاي النقطة الأولى شلون تقراها؟ انه باختصار النقطة الأولى تفهمها انه الدراج هو راح للسي ان اس سوى الشغل مالته ورا ما كمل الشغل وين راح يروح؟ للبلاد. ورا ما راح للبلاد وين راح يروح؟ لللو فاسكولارايز مثل شنو؟ مثل الاديبوس تيشو والسكلتور ماسلز. خلصت هاي النقطة. ننتقل للنقطة اللي جوها. نقطة جواها تكمل النقطة الأولى. ورا ما راح للاديبوس تيشو اتجمع الدراج بالاديبوس تيشو لأن هو هاي ليبوفيليسيتي يعني محب للدهون كثرة فراح للأديبوس تيشو. ورا ما راح للأديبوس تيشو حيصير للديبورت ديبورت شوية شوية حيطلع يبدي شوية شوية يطلع وين يروح؟ يعني يطلع برا الجسم يتوزع بالبقية أجزاء الجسم خوش. فحيصير للديبورت بالخطوة الثانية حيطلع من الأديبوس تيشو أو حيطلع من البرين شوية شوية. فهذين الشغلات اللي راح تصير هاي اللي هيجي تفهموا. يعني نجي على النقطة الثانية الثالثة اللي هي recovery of patient. بالبدايه ريكفري اذا شنو اوف بيشنت اذا كان الادمنستريشن اي في الاي في اللي هو قلنا منو ينطو للاندكشن عم يوصلون للستيج 3. هذا الاي في اذا انطيت درج اي في فحيروح وين قلنا؟ للبلاد. عيدهن للبلاد للبرين اذا انطيناه اي في بعدين وين يروح؟ بعدين ورا ما راح للبرين حيطلع من البرين وين يروح؟ للاديبوس تيشو. هذا الشيء اتفقنا عليه تذكروه؟ من البلاد للبرين بعدين من البرين الى البلاد النوب بعدين الاديبوس تيشو خوش. لما راح للاديبوس تيشو اذا اعطيت دراج بصورة اي في فالدراج بالبداية نعطيه اي في للاندكشن قلنا يروح للبلاد للبرين بعدين الاديبوس تيشو. هذا ايش حيكون الاي في اللي حيكون الدراج اللي حيروح للبرين حيروح بشنو؟ بلو كونستريشن. واللي يروح للاديبوس تيشو حيروح بشنو؟ بهاي كونستريشن خوش. فهنا ايش يقول لك؟ In case having single dose IV يعني اللي ينطوهم للاندكشن خوش الديستريبيوشن الدواء شنو حيروح؟
الاديبوس تيشيو بكثره ريزولت لونينج اوف ليفل اوف ذا انستاتيك ان ذا برين، يعني بالبرين حيصير بسرعه قليله وبالاديبوس حيصير بسرعه عاليه. هذا اللي تعرفه منه انه الدراج لما تنطي اي في سنجل دوز اللي هو مال الاندكشن، ليش يعطوا اي في سنجل دوز؟ لتون الام يوصل للاندكشن، يعني يوصل للستيج 3، فيوصل للبرين بصوره قليله وللاديبوس تيشيو بصوره عاليه. ليش؟ لان هو شنو هذا الدوز اللي راح ننطيه؟ راح ننطيه هاي فاست اونست اوف اكشن، حيروح للبرين بس بصوره مو كلش كبيره، بس يوصلنا للستيج 3 وبعدين ننطيه شنو بصوره سي اي في اي اللي هي كونتينوس اي في انفيوجن. حوش. وهذا بالنسبه للنقطه الثالثه. للنقطه الرابعه اللي اذا انطينا الدراج للبيشنت وكان بصوره سي اي في اي، حوش اللي هي كونتينوس اي في انفيوجن، كونتينوس اي في انفيوجن، اذا انطيناه بهاي الصوره فشنو راح يتجمع بالبدايه بالبرين وبعدين شنو الادبوس تيشيو بالصوره العاديه، ما راح يصير مثل هذا يعني مال الاي في. حوش. فانا هذا اللي يقول، هذا اللي تفهموه. فانا اللي يقول لك يعني انه الدوز الاكسترا امونت ويل اكيوميليت ان ذا اديبوس تيشيو، وش راح يصير له اكوالبريتنج فات في تيشيو ات از ديبوت، وراح شنو راح يصير از ديبوت، وراح تطلع شويه شويه ويصير ريكفر يعني شويه شويه ويطلع برا الجسم. خوش. عكس هذا اللي شنو كان يصير، كان بالبرين يكون بلو وهنا هاي، لا هنا بالعكس. هذا بالنسبه للنقطه الثالثه. هسه شنو عندنا؟ عندنا effect of lower cardiac output and anesthesia on anesthesia، تأثير قلة الكارديك output على الأنستيجية. بالبداية شنو الكارديك output؟ لازم تعرفه. الكارديك output هو شنو؟ معدل خروج الدم من الهارت. انت مثل ما تعرف انه الدم هيجي من هنا، مثلا تاكل أكلة بعدين شنو راح يزيد عندك الدم لأن كليت، ومن هنا شنو راح يجي الدم من هنا ومن هنا وين يروح؟ للرايت أتريوم، بعدين للرايت فنتركل، بعدين وين يروح؟ للرئة، وبعدين شنو يرجع للقلب مرة ثانية، يروح للرئة يتأكسد يعني هذا الدم، ويرجع من الرئة إلى left atrium بعدين left ventricle وبعدين يطلع من القلب. خوش. هذا بعدين هذا معدل خروجه من القلب هذا نسميه شنو output. فالدم شنو الدم الغير مؤكسد اللي دخل للقلب بعدين يتأكسد واللي يريد يطلع هذا شنو نسميه output. الدم اللي يطلع خارج القلب شنو نسميه output. خوش. cardiac output معدل خروج الدم شنو من الهارت. خوش. فهذا الشيء شنو راح يأثر لك على منو؟ على ال يعني الأنستيجيا. شنو راح يأثر؟ بالبداية decline cardiac output، إذا cardiac output معدل خروج الدم من القلب قليل، كان قليل، فش حيصير؟ هيتجمع الكربون مونوكسيد. ليش؟ لأن أنت عندك الدم الغير المؤكس، الدم المؤكسد صار شنو؟ صار قليل، فهيتجمع شنو؟ كربون مونوكسيد. لأن قلنا هذا الدم ده يتأكسد وبعدين ده يطلع، هذا اللي يطلع صار قليل. فش هيتجمع عندك؟ هيتجمع عندك الكربون مونوكسيد. زين، وراها شيء يصير لما يتجمع هذا الكربون مونوكسيد حيصير شنو عندك؟ سيروبرو فازو دايليشن، يعني الاوعيه الدمويه مال الدماغ الموجوده بالدماغ حيصير بها؟ حيصير بها دايليشن. ليش؟ لان الدم بده يوصل لها، يوصل لها بصوره قليله. يعني قلنا هنا من هذا يطلع الدم وين يروح؟ يروح للاورجان مثل شنو؟ مثل البرين. فالبرين بده يوصل للدم بصوره قليله، فصار ده صار لك سيروبرو فازو دايليشن. زين، لما صار سيروبرو فازو دايليشن بالدماغ يعني هذا الشيء ايش راح يسوي؟ هذا الشيء راح يؤدي انه الدواء الانستيتيك حيتجمع يصير الاكيوميليت بالسيربرال سيركيليشن، حيتجمع الدواء شنو بالسيربرال سيركيليشن وحيبقى شنو الفتره اطول. خوش. يعني شنو يعني الدراج حيطول بالجسم اكثر. ليش؟ لان صار سيربرو فازو دايليشن. ليش صار سيربرو فازو دايليشن؟ لان اتجمع الكربون مونوكسيد. ليش اتجمع الكربون مونوكسيد؟ لان صار reduce the cardiac output، يعني قلت الكارديك output، معدل خروج الدم من القلب قل. فلازم هنا الدراج شو يسوي له؟ must be reduced، الجرعه مال الدواء ما لازم يقللوها. ليش؟ لان قاعده تتجمع بالدماغ بصوره وايفه عند يطول فتره طويله، ممكن يؤدي لنا الادفيرس افكت هاي مال ستيج شنو؟ ستيج 4 ذات تذكرون اللي هو المايوكارديال كولابس والريسبيرتوري ديبريشن. خوش. فهنا هذا السؤال اللي تركزون عليه كلش مهم، هذا كلش احتمال يجي حتى. يقول لك how to give the anesthesia for patient with low cardiac output. من اللي يصير عندهم low cardiac output؟ خاف يغير لك هاي، يعني حبي يلعب السؤال ويغير لك low cardiac output. مثلا يقول لك شخص عنده heart failure، خوش، يعني هو هنا كاتب heart failure فممكن يغير لك اياها. فاللي عنده يعني معدل خروج الدم من قلبه قليل اللي هو عندهم heart failure، يعني شنو فشل القلب انه شنو يضخ الدم لبقيه اعضاء الجسم، هذا معنى heart failure. خوش. ف
شلون نسوي المرضى الهارت فيلر مثلا انستيجيا، شلون تعطيهم اياه؟ لازم نعطيهم اياه بسلو دوز. هذا الجواب، شوفوا كلمتين سلو دوز. ليش؟ لان قد شنو الكارديوك اوتبوت قليله. اذا جاب لك سؤال قال لك اذا بيشنت عنده هارت فيلر او عنده لو كارديوك اوتبوت شلون تعطيه الانستيجيا، قال لك كلمتين، هاي اول وحده سلو دوز، هاي ثاني وحده بسبب ريديوس كارديوك اوتبوت. ها هي هذا ممكن يجيبه، هذا شنو اللي فوق هذا تفهمه، اللي ممكن يجيبه هذا. حتى ممكن يجيب هذا، بس هذا اتوقع يجيب لنا هذا السؤال الجواب هذا. هذا السلايد عندك شنو الدراج اللي يطوها للاي في اندكشن. اندكشن انتبهوا شنو اندكشن، يعني بس الادويه اللي توصلك للستيج 3. خوش ادويه اللي توصلك للستيج 3 وهاي ما تكمل بعد، ما يصير بي كونتينوس اي في انفيوجن، لا بس توصلك للستيج 3 واللي تكون شنو عندها فاست اونست اوف اكشن. منو هاي الادويه؟ عندنا جروبين، جابا اجونست ونان جابا اجونست. جابا اجونست اللي هي الادويه الاربعه تحفظون، بروبوفول، الباربيتوريت، الفينوبنتال اتذكر كان اللي يكون فاست الترا شورت اكتينج هذا، وهذا الثاني الايتوميديت والبنزودياسبين. هذني الادويه تحفظون يا جماعه، جماعه جابا اجونست. الجروب الثاني نان جابا اجونست، واحد يشتغل على البريسينابتيك الفا 2 اجونست اللي هو هذا الدواء ديكساميتوميدين، وانا حيشتغل على البريسينابتيك، وعندك النمدا انتاجونست اللي هو من هو الكيتامين. فهذني كلهم تحفظون. هذا الانستيجيا مالته يعني ركزوا عليه، خصوصا الادويه اللي تشتغل على النمده وتسوي لها انتاجونست راح تسبب لك ديسوشيتد انستيجيا. خوش هاي الادويه اللي وين تشتغل على النمده، الانستيجيا مالتها شنو نوعها؟ ديسوشيتد، يعني بها اعراض يعني ثانيه حتكون شرحناها احنا بمحاضره هذا ذيك المحاضره اللي هي كاتالبسي وكاتاتونيا وهذين السوالف. هذني السلايدات مداخلات، فنوفن ننتقل لاخر شيء اللي هو الغاز انستيجيا. الغاز انستيجيا بالبدايه لازم تعرفوا يستعملوا شنو عم يوصلوا للاندكشن، لو على مود مينتنس لازم بالبدايه تحدد اندكشن لو مينتنس. هذا الغاز انستيجيا يستعملوه على مود مينتنس، على مود شنو التخدير يبقى بصوره مستدامه سستيند. خوش فهذا الغاز انستيجيا اللي لازم تعرفه انه على مود يكون التخدير بصوره مستدامه. خوش هذا يقول لك the main difference between them that diffusion of the gas anesthesia in the blood compartment is this that IV. فده يقول لك شنو الفرق بين الغاز والIV infusion، شنو الفرق بين CIVI، قلنا CIVI هم ننطيه للمنتينز مو، والغاز هم ننطيه للمنتينز، يعني شنو الفرق بيناتهم؟ ده يقول لك الفرق بيناتهم انه الغاز in the blood compartment is this، يعني شنو يعني distribution مالته ضعيف، يعني ما راح يصير لما واحد ياخذ الدواء بصورة غاز الدواء ما راح يروح لبقية أعضاء الجسم، لا هيبقى بالدم، يعني شنو بهاي كونستريشن. خوش هاي المشكلة مالته يعني. فدي يقول لك is always preferred to give IV anesthesia for induction. ال IV اللي ما يكون continuous ننطيه للإندكشن، هذا الشيء اتفقنا عليه، والغاز anesthesia ننطيه منه للمنتنس، وأيضا CIVI همين شنو للمنتنس. إذن الشغلتين. خوش فليش ليش هذا السؤال همين ممكن يجيبه short answer، شوفوا هذا همين شنو ممكن يجيبه. فدي يقول لك ليه مثلا، يقول لك ليش نفضل الاي في انستيجيا فور اندكشن والغاز فور مينتنس، تقول له لين ديو ويك ديستريبيوشن ان بلاد، منو هذا اللي عنده ويك ديستريبيوشن ان بلاد، ما يعني ما يقدر يتوزع بقيه اعضاء الجسم اللي هو الغاز. الغاز تقول له الغاز شنو عنده ويك ديستريبيوشن، هاي اول شيء تقول له هي خوش ويك ديستريبيوشن. ثاني شيء تقول له هي لما صار عنده ويك ديستريبيوشن يعني ما يتجمع ما يطلع من الدم، فتركيزه بالدم ايش بيه حيزيد لان ما يطلع من الدم، فتقول له شنو هاير ليفل اوف دراج ان بلاد، فالدراج حيصير بكميه كبيره بالبلاد. هذا الجواب. خوش وتقول له همين الاي في انستيجيا حتكون لارج فوليوم ديستريبيوشن، يعني حتتوزع بصوره كبيره. خوش فهذا الجواب اللي حيكون. اذن تقول له اذا قال لك ليش تفضل الاي في فور اندكشن والغاز فور مينتينز، راح تقول له لين الغاز لو ديستريبيوشن هاي ليفل اوف دراج ان بلاد، لان هو حيجمع بالبلاد بصوره كبيره، وتقول له انه الاي في هو حيكون قد لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن. خوش تجي على هذا هذا تفهمه فهم اي في اندكشن انستيجيا. خوش الاي في قلنا نستعمل منه الاندكشن انستيجيا
فليش نستعمل الاي في؟ عم يسوي شنو؟ راح يعطينا رابيد اندكشن، راح نوصل للاندكشن بسرعه عكس الجاز، الجاز راح يطول. فشنو ياخذون اي في بالبدايه انجكشن بعدين وراها جاز، خوش اي في بعدها جاز. ليش الاي في بالبدايه؟ لان ادى رابيد اندكشن وادى لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن، خوش. فحينتقل ترافل فروم ذا سايت اوف اكشن الى شنو؟ تو ذا برين، خوش. بعدين لما ينتقل للبرين حيسوي الايفكت مالته، خوش. وهذا اللي يقول هنا انه انت اللي تعرفه من هذا شنو، هذا اللي شنو اللي تعرفه. المهم، المهم انه الاي في تستعمل الاندكشن، خوش. يعني ليش؟ لان ادى يسوي رابيد اندكشن، خوش. لان الاي في انستيجي راح يسوي رابيد اندكشن، فلذلك يستعملون الاندكشن عكس الغاز. الغاز ادى شنو؟ ويك ديستريبيوشن، فما راح يسوي هاي الشغله، ما راح يصير هاي الشغله، يستعملون للكونتينوس. بعدين راح ينتقل من السايت اوف اكشن او سايت اوف انجكشن، اقصد مو اكشن، من موقع الاعطاء الى وين؟ الى البرين. لما يوصل للبرين حيسوي الايفكت مالته، خوش. فهذا حيكون استعماله. فيستعملوا سول ايجنت فور شورت بروسيجر، يعني العمليات الصغيره ما تطول هوايه، مثلا دنتال سيرجري، فممكن يستعملون هذه الاي في. بس اللي يطول ساعتين او ثلاثه او اربعه، فهاي شنو؟ لازم يعطون وياها مينتنس، يعني جاز او سي اي في اي، خوش. لان هاي ما راح تطول هواي. نجي على المينتنس. المينتنس اول شيء تعرفه انه شنو الادويه اللي نستعمل ليها، اللي هي اثنين، اما جاز انهيليشن او سي اي في اي، هاي هو هذا اللي تعرفه. ونستعمل اللونج سيرجري. من الشورت، خاف يجيب لك قبل ام سي كيو الشورت بروسيجر، وقال لك اعطيني نوع الانستيجي، فشو تقول له؟ الاي في فور اندكشن انستيجي. واذا قال لك السلو، اقصد مو السلو، اقصد اذا قال لك اللونج سيرجريز، فشو تقول له؟ السي اي في اي. ومنو؟ والغاز، الغاز انستيجي اللي يكون انهليشن. فهذا اللي يقوله هنا، هذا يعني تفهموها فهم. هسه وين وصلنا؟ وصلنا لهذا السلايد اللي هو حيشرح لك موضوعين. الموضوع الاول اللي هو تاثير بارشل بريشر، خوش. والموضوع الثاني اللي هو شنو؟ بارتيشن كوفيشنت. هذا مختصر مالته، البي اي سي معناها بارتيشن كوفيشنت. بس قبل ما ناخذ هذا راح ناخذ شنو؟ هذا المصطلح الماك. لما تفهم هاي اللي فوق لازم تعرف هذا المصطلح الماك. هذا الماك شنو هو؟ الويندو فور ريكوايرد اماونت اوف غاز انستيك تو ريتش ذا برين، هي النافذه اللي من خلال شنو يوصل الغاز انستيك الى وين؟ الى البرين. يعني شو يصير؟ يصير هذا التاثير مال انستيك، خوش. فالماك الوفيولار كونستريشن، بالبدايه شنو هذا الوفيولار؟ الوفيولار هاي معناها فد، يعني الالوفيولاي اللي موجوده وين؟ باللانكس، هي عباره عن كيس. هاي شوف لكم، اخذت صورتها سحبتها، هاي شوفوا، هاي الالوفيولاي، هاي الكيس موجود وين؟ هواي اكياس موجوده وين؟ بالرئه، اللي شنو؟ اللي هي راح تسحب الاكسجين وتطرح شنو؟ ثاني اكسيد الكربون. هي هاي الالوفيولاي مسؤول عن هاي الشغله. فانت لما تنطي غاز، فوين راح يروح؟ يروح للرئه، يعني حيروح لهذا المكان، ماشي. فهاي كل ما كانت مالتها البارشل بريشر مالتها مثلا كان كبير، كل ما راح تسحب ادراج اكثر، خوش. فهاي الالوفيولاي، هاي يعني انا مدربط لك بين الالوفيولاي وشنو؟ والغاز انستيتيك. فهي هاي الالوفيولاي كيس راح يسحب لك شنو؟ الاكسجين. هاي منها راح يسحب لك شنو؟ الادراج، مو بس الاكسجين، الادراج اللي يكون غاز انستيتيك. فهاي المينيمم الوفيولار كونسنتريشن او الاي دي 50، نقدر نصيح لها اي دي 50، يعني الافكتيف دوز 50%، الدوز اللي توصل لك الفعاليه 50%، ماشي. هاي راح نسميها الماك، خوش. فكل ما كانت قليله، كل ما كانت الدوز اللي توصل ل 50% هي قليله، وهذا الشيء حيصير شنو؟ فشيء يعني زين، خوش. فكل ما كانت الماك قليله، كل ما نوصل الى يعني الكميه اللي توصل للبرين وتسوي فعاليه، هم راح تكون الدوز مالتها اقل، فهذا الشيء زين. فاللي اريدكم تعرفوا انه الماك اذا كانت قليله، فهذا الشيء شنو؟ هذا الشيء زين، خوش. هذا الشيء يعني حيصير كله زين فور غاز انستيك اذا كانت المينيمم لوفيولار كونسنتريشن قليله. هاي اللي اريدكم تعرفوه من هنا. هسه نرجع للي فوق. للي فوق عندك شنو بالبدايه؟ هذا البارشل بريشر الوفيولاي والبرين والبارشل بريشر اوف بلاد والتشو. هذا يقول لك يعني بس الاختصارات هاي اللي فوق، خوش. اللي جوا شنو هاي اللي تقراه؟ يقول لك بارشل بريشر اوف غازز ان ديفرنت كومبارتمنت راح تعتمد على شنو؟ على الليبوفيليسيتي، وراح تعتمد على بعد شنو؟ راح تعتمد على السوليوبيليتي ان بلاد اند اورجان. راح تعتمد على شغلتين، اول شيء الليبوفيليسيتي، بعدين السوليبيليتي ان بلاد اند ذا اورجان، يعني معدل الذوبان بالاورجان والبلاد، يعني بارتيشن كوفيشنت باختصار. هذا يعني شنو هذا؟ هذا بارتيشن كوفيشنت، يعني الدراج اللي بالبلاد ايش قد نسبته والبرين ايش قد نسبته. كل ما كانت النسبه مال الدراج بالبرين اكثر، كل ما هذا كان الشيء زين وراح يسبب لك انستاتيك. بينما ذاك كانت نسبه الدراج ذائبه بالبلاد اكثر، فشنو
يعني ما يوصل للبريون ما يطيق فعاليه. فهذا اللي يقوله هنا. تيجي على الايديال جاس اناستاتيك شود بي هاف فولوينج هذول الشغلات يعني مال بارتشين كوفيشنت يعني توزيع الدواء. باو خليني اشرح لكم اياها واحده واحده. هاي باو هاي البي سي معناها بارتشين كوفيشنت. بارتشين كوفيشنت يعني شنو؟ يعني عندك جزئين مثلا هنا البلاد والالوفيولاي، التوزيع مال الدراج بالبلاد وتوزيع الدراج بالالوفيولاي. خوش فهنا كاتب لك شنو؟ لو بلاد على الالوفيولاي يعني منو اللو منو القليل معناه البلاد القليل، ومنو الاكثر الالوفيولاي اللي هو الاكثر. تفهمون شلون؟ فلو بارتشين كوفيشنت معناه شنو؟ معناه وعندك بلاد الى الالوفيولاي معناه شنو؟ البارتشين كوفيشنت بالبلاد قليله يعني شنو؟ يعني نسبه الادراك بالبلاد قليله معناه هنا لو ادراك ان بلاد وبالالوفيولاي هواي. هذا شيء زين لولا اي زين، احنا ما نريد ادراك يصير يعني يصير بالبلاد بصوره هواي. خوش لان احنا نريد وين يروح؟ يروح للبرين. زين بالالوفيولاي هم نريد يصير بصوره كبيره. اي هنا قلنا اذا الالوفيولاي تتذكرون اذا هنا بارشر بريشر مال الالوفيولاي كبير فمعناه هنا شنو؟ هاي كبرت وبيها شنو؟ بيها درج هواي. لما بيها درج هواي فشنو راح يروح للبرين؟ هم بصوره كبيره راح يطلع. هذا طبعا اللي بو في الاستحيم يمتصه ويروح للسيركيليشن سيستم ويصبح يسمح ويروح بعدين للبرين وينطي افكت مالته. فاذا بالالوفيولاي كبيره فهذا الشيء زين، بس اذا بالبلاد هذا الشيء لا ما نريده. فهنا كاتب لك لو بلاد تو الفيولا. هاي ممكن يجيبها ام سي كيو. هاي لو يجيبها ام سي كيو يقول لك عدد لنا ثلاث نقاط واحده من عندهم احتمال كبير يجيب لك اياها ام سي كيو. فاذا قال لك الايدل جاس انستاتيك وطاك نقاط قال لك بالبدايه هاي بي سي بلاد الفيولا جوابها هاي ما تختارها. ليش؟ لان احنا ما نريد هاي هنا اللو البلاد، احنا نريد البلاد ايش بيه لو ما نريده هاي. اذا هنا هاي فمعناها البلاد هاي والالفيولا قليله. اذا الالفيولا هاي قليله يعني بيها ادراك قليل معناها الادراك اللي يوصل للبرين همين قليل. فنريد اول نقطة شبيهة نريدها هاي. زين النقطة الثانية لو بارتشين كوفيشنت بلاد تو برين. بلاد تو برين يعني شنو؟ الادراك بالبلاد قليل وبالبرين عالي. هذا الشيء نريده. اي هذا الشيء نريده. احنا ما نريد الدواء يروح للبلاد، احنا نريد اصلا يروح للبرين. فهذا الشيء نريده. خوش زين هنا عندك هاي الوحيدة يعني اللي تختلف. هذا يقول لك هاي بلاد بور لبرفيوزد اورجان. الادراك نريده وين؟ نريده بالبلاد يكون اعلى من شنو؟ من الاورجان البقيه مثلا الاديبوس تيشو مثلا او السكليتال ماسلز. فنريده وين يروح؟ بالبلاد اعلى من ذولي. بس البرين والالفيولاي نريدهم اعلى من منو؟ اعلى من البلاد. هذول الاثنين تركزون عليهم كلش. خوش هاي مو كلش يعني تركزون عليهم. هاي يعني شنو؟ باختصار البرين بعدين الالفيولاي هذول لازم شنو؟ اعلى شيء الادراك موجود بيهم. بعدين منو يجي ورا هذول البرين والالفيولاي؟ يجي وراهم البلاد. وراهم يجي شنو؟ البلاد. ورا البلاد منو؟ اللي هو الاورجان اللي بقيه. فهيك بالترتيب يعني تسوون او تفهمون. ف هنا خلينا نقرا الشرح. لو بارتشين كوفيشنت بلاد تو الفيولا يعني اريد الادراك يروح بالالفيولا بصوره اكبر. يعني هنا لو للبلاد وهاي للالفيولا معناها. فهذا الشيء نريده. ليش؟ لان ريديوس ذا ساتوريشن كونستريشن اوف غاز ان بلاد. لان راح يقلل لك الادراك يعني بالبلاد الادراك حيقل بالبلاد. ماشي لما يقل الادراك بالبلاد شنو معناها؟ معناها لس ام اي سي. الام اي سي هاي قلنا عليها اذا قلت هذا معناها كلش زين والافكتيف دوز راح تكون همين بصوره قليله يعني الادراك حيصير الدوز مالته قليل. فهذا الشيء يفيدنا. ف اللو بارتشن كوفيشنت للبلاد تو الوفيولاي راح يقلل لك الماك شنو؟ وراح يقل ومعناه انه الادراك بالبلاد قليل. خوش اللو بارتشن كوفيشنت بلاد تو برين هاي همين تفهمها فين؟ بعد حكي تفهمها فين؟ اهم شيء تفهم هذا اللي باللون الغامق هذا اذا فهمته هاي واللي هو الامسكيو حيجي منه. Blood to brain. This enhances release of drug from blood to brain. يعني الدراج هنا باختصار اللي يروح للبرين اكثر من البلاد. خوش؟ وهم الماك حتكون قليله. كل ثلاثه ماك حتكون قليله. وقلنا هذا اذا صارت بصوره قليله هذا شنو الشيء؟ راح يفيد يعني الغاز انستيك ويروح الدواء للبرين بصوره كبيره. فهذا اللي تعرفه منه. هذا السلايد تركزون عليه. هذا على شنو يعتمد؟ بارشر البريشر على شنو يعتمد؟ على الليبوفيليسيتي. كل ما كان الليبوفيليسيتي اكثر كل ما كان يقدر يعبر البارير ويروح للبرين اكثر. وعلى السوليبوليتي مثل ما قلنا ان بلاد اند اذر اورجان قلنا اذا كان هاي سوليبوليتي ان بلاد فهنا احنا ما نريد هاي سوليبوليتي بالبلاد. ليش؟ لان احنا نريد يروح للاورجان للي يعني للبرين نريد يكون سوليبوليتي بالبرين على مود شنو يطلع افكت مالته ما نريده وين؟ بالبلاد. فهذا الشيء هم من يحدد لك راح شنو يعني راح يعتمد عليه البارشر البريشر. وذا الثلاث نقاط اللي قلت لكم تحفظها. ممكن يقول يجيب لك ام سي كيو يقول لك الايديال جاز انستاتيك واختار واحده من ذني. يجيب لك اربع خيارات وتختار واحده واحده من الاثنين الصحيحه. فتختار شنو اللي هتكون واحده من ذني صحيحه. الماك هذا يعني مثل ما قلنا شرحناه
قلنا لازم يكون قليل، لازم يكون شنو قليل. ايش وقت بحاله واحده يصير عالي هاير ماك، ايش وقت نريد يصير عالي بالايرلي فيس اوف اناستيجيا، بالبدايه نريد يصير عالي، بعدين شنو بعدين بعدين نريده يصير شنو ريديوس قليل نريده. خوش بس بحاله واحده يصير عالي ايش وقت بالايرلي فيس اناستيجيا، بينما بالكونتينوس ادمنستريشن اوف غاز يعني بالكونتينوس بالتخدير المستمر مينتينز شنو نريده، نريده يكون ريديوس decrease the partial pressure gradient، يعني اريد الماك هذا يكون قليل، البارشل بريشر هم من هاي السوالف كلها اريد تكون قليله، عاد البارشل بريشر طبعا مال منو مال الريفيولاي اريد شنو عالي. فهذا يعني اللي يقول الوقت اللي تاثر لك على الماك بالبدايه السوليبيليتي مثل ما قلنا، اريد الدراك شو يكون مور سوليب وين ما اريده بالبلاد، اريده يكون مور سوليب ان برين. خوش هاي اول نقطه. ability of general of the general anesthetic to sensitize myocardium تو كاتيكونيميز، هاي من التأثير الثاني ما أعرف شنو بس قروي يعني في جيبه. والتأثير الثالث البريجنسي وسبيسز والانتوكسيكيشن، هذني هم راح يأثر على هالشيء، فهذني يعني حفظون حفظ ثلاثة ما يفهم، بس هاي أول واحدة تفهم بقية ما يفهم ما أعرف شنو، فهذني يعني حفظون. ريكفري اند الفيولار ووش، هسه ريكفري على شنو يعتمد؟ خوش راح ناخذ من الأوامر اللي تأثر لك على شنو، على الريكفري يعني خروج الدواء من البرين الى شنو الى البلاد، بعدين شنو الى الاديبوز تشو، وبعدين يصير الاديبوز شوي شوي ويطلع من الجسم. خوش فهاي على شنو يعتمد هاي الشغله هسه راح ناخذها. فالريكفري على شنو راح يعتمد؟ هيعتمد لك الريكفري على شنو، على الاكيوميليشن مال شنو، على الاكيوميليشن مال الدراج وين بالاورجان اللي تكون بورلي اكواليبريتنج برفيوجنج، يعني تجمع الدواء وين بال لو شنو لو فاسكولارايزد اورجان اللي مثل شنو الاديبوز تيشيو او السكليتال ماسلز، يعني اكثر شيء بالاديبوز تيشيو احنا نحكي. فهذا الشيء راح شنو يحدد، راح يعني يعتمد عليه الريكفري. فكل ما كان الدواء يعني كان متجمع هواي بالاديبوز تيشيو فشنو راح شويه شويه يطلع وبعدين يخرج خارج الجسم. فهذا يعني اول نقطه راح تحدد لك الريكفري اللي هو من هو الاكيوميليشن بالاديبوز تيشيو. النقطه الثانيه الفيولار ووش with source elimination. خوش يعني هاي الالوفيولار مثل ما دخلت الغاز انستيجي هي هم راح تطلع. فشلون هاي نطلع لك الغاز انستيجي؟ راح يعتمد على عده عوامل: rate of respiration معدل التنفس، residual volume of lung، cardiac output طبعا cardiac output قلنا ياثر شرحنا يعني عليه هاي، و venous return of general anesthetic يعني بس تقولون ذن الروس الاسطر خاف تجي. خوش هذا rate of respiration، cardiac output، venous return of general cardiac general anesthetic اقصد، هذا يعني اللي تقروه. فهنا انا مثلا معدل التنفس مثلا بالريسبيراتوري ديبريشن ايش حيصير؟ الالفيولار ووش اوت از ليس ميكينج ذا تايم تو ريتش ذا ستيد ستيت كونستريشن لونجر، فيعني انا مو يوصلون للستيد ستيت راح تكون شنو لونجر. هاي طبعا الستيد ستيت لازم تفهميها ما اقدر يعني اشرحها، يعني حيكون معدل الدراج الدوز مال الدراج حتكون ثابته بالجسم، فراح شنو راح تخلي هذا وصول الدراج هذا الستيدي ستيت حيكون شنو حيكون لونجر ما اقدر يعني اشرحها. فانتوا يعني تقرون هذا الشرح يعني باختصار اقرب بس بابو، يعني هذا مثلا الستيدي ستيت هذا لازم انت فاهم احنا ماخذيه بالدايناميك يعني محاضره كبيره وهاي. فانت شنو تفهم الريت اوف ريسبيريشن والريسيديال فوليوم اوف لانج وهذا من الشغلات اللي شنو اللي راح تاثر لك على الفوليولار ووش. خوش فاحفظهن يعني من الاخير احفظهن ذني العوامل ان اربع كلمات تحفظن وهاي. هسه راح نجي شنو هذا الجدول طبعا كلش مهم وقتها قال جاي من عنده يعني 100% حيجي هذا الجدول حيجيب شيء من عنده يعني يدرخوا هذا درخ تدرخوا درخ. خوش كلش مهم هذا الجدول انواع الدراج مال الغاز انستيجي. خوش كلش مهم تدرخوا عندنا ايش كم نوع ايش كم دراج عندك هذا الهالوثين الفلوران بثلاث ادويه والنيتريك اوكسايد هذا اللي ثلاثة. الهالوثين هذا ما نستعمله هذا نهائي ما نستعمله هذا كلش توكسيك هذا الجوا هذا ممكن نستعمله اللي بالاخير النيتريك اوكسايد نيتريس اوكسايد هذا كلش زين. خوش هاي بالبدايه اللي تعرف عندنا ثلاث انواع الفلوران هذا الفلورونيت تد هيدروكربونز هذا بثلاث دراجات ايزوفلوران سيفوفلوران وديسوفلوران. هسه شنو راح ناخذ مقارنه بيناتهم هو تحفظ بس المقارنه ما تحفظها وهاي. اول شيء شنو البي سي شنو معناها؟ البارتيشن كوفيشنت للبلاد للتيشيو
زين احنا قلنا البارتيشن كوفيشنت للبلاد الى التيشيو يعني الاديبوس تيشيو مثلا الاورجان البقيه اللو فاسكولار اريدها تكون عاليه لو قليله شو تقولون انتم؟ كنا احنا نريدها عاليه اذا تتذكرون هاي كنا نريدها شنو؟ عاليه نريدها بالبلاد اكثر من منو؟ من مثلا الاديبوس تيشيو يعني الدراج. فهنا عندك الهايوثين هايست هذا زين عندك الفلوران فلورانيتيت هيدروكربون اللي هذين الثلاثتين هذين الارقام ميريتين طبعا هيكون lower than halothane and higher than nitrous oxide يعني هتكون اقل بشوية من منو من الهالوثين بس شنو اكثر من النيتريس اوكسايد خوش هاي يعني تدرخون ذن درخ هنا شنو عندك هنا very low كلش قليل وعنده high volume of distribution كلش قليل والhigh volume of distribution فهذا يعني قلنا هذا لازم شي يكون قلنا هذا لازم يكون هاي نجي على honest of action and recovery time الhonest مال الهالوثين هذا عادي يعني ما كاتب لك لا سريع ولا بطيء عادي بس الفلورانيتد او الفلوران حيكون شبيه الاونست اوف اكشن مالته فاستر سريع فاستر ذان هالوثين بس سلور ذان نترس اوكسايد خوش هذا حيكون يعني اسرع من هذا خوش وعندك النترس اوكسايد حيكون اسرع واحد بيهم فيري فاست اونست اوف اكشن هذا اسرع واحد بيهم فهسه خلينا نراجع ذن اثنين بالبدايه بارتيشن كوفيشنت هذا هاي هذا شويه اقل هذا كلش قليل فاست اوف اونست اوف اكشن وريكفري هذا حيكون عادي هذا حيكون اسرع من هذا وعندك هذا همين حيكون اسرع من هذا فواحد يعني اسرع من الثاني نجي على الكارديو فاسكولار افكت هذا يعني السايد افكت ادفيرس افكت هذا شنو انكريز سنسيفيتي تو كاتيكونامين اند اريثميس بات ريديوس كارديك اوتبوت راح يسبب شنو عدم انتظام دقات القلب و reduce cardiac output هذا الشيء يعني ما نريد احنا ما نريد يصير reduce cardiac output تذكروني هنا قلنا راح نقلل الجرعة لا تذكرون خوش وعدم انتظام دقات القلب من هذا adverse effect ما نريده فهذا يعني تأثيره على شنو على cardiovascular هسوي arrhythmia و reduce cardiac output خاف يجيبها ويسوي increase sensitivity to catecholamine هاي الثلاث شغلات اللي يسويها مين تحفظوها increase sensitivity to catecholamine arrhythmia و reduce cardiac output الثلاثة تجي على الفلوران الايزوفلوران سيفوفلوران ذن يا جماعة الفلوران ايش بيهم they do not increase sensitivity to catecholamine ما راح يزيدون السنسيفيتي مو مثل فوق زين ايش حيسوون حيقللون الكارديك اوتبوت همين هم الكارديك اوتبوت حيقل خوش فلازم الجرعة مالتهم ايش بيها تكون قليلة مو كلش عالية بس شنو اقل من الهالوثان هالوثين هذا كان شنو كارديك اوتبوت قلل هواي هنا هذا هنا يقلل بس مو هواي خوش هنا شنو ما عنده اي تاثير على الكارديو فاسكولار فلذلك شنو هذا يكون امن ما عنده تاثير على القلب يعني الايفكت على الريسبيراتوري تراكت هذا ايش حيسوي لك ريسبيراتوري ديبريشن هذا شنو همين راح يسوي لك ديبريشن للريسبيراتوري فاثنيناتهم ايش بيهم اثنيناتهم حيسوي لك ريسبيراتوري ديبريشن اذا اخذناهم بجرعه عاليه فيعني شويه خطرين يعني حيكون خصوصا هذا كلش خطر هذا ممكن يعني ياخذه زين هذا الاخير هذا ما عنده ايش تاثير نو اوريتيشن تو ريسبيراتوري تراكت ما راح يسوي هذا التاثير مال الريسبيراتوري تراكت بس ممكن شنو يؤدي الهايبوكسيا يعني قلب الاكسجين خوش هذا التاثير مالته على الريسبيراتوري شو يسبب هايبوكسيا من هو اللي يسبب لك هايبوكسيا هايبوكسيا ونيموثروكسا هاي منو يسببهم اللي يسببهم اللي هو النيتروس اوكسايد هاي تحفظها النيتروس اوكسايد يسبب لك ذن الشغلتين بس ما يسبب ريسبيراتوري ديبريشن التوكسيسيتي هذا يسبب لك هيبوتوكسيسيتي هذا يسببها من هيبوتوكسيسيتي بنسبة عالية فاللي عنده امراض بالليفر ما يصير تعطيهم هذولي خوش وهنا عنده شنو نو هيبوتوكسيسيتي وهذا ممكن تنطيه اللي عنده ليفر ديزيز فاذا جاب لك مثلا سؤال وحاب يلعب بالسؤال قال لك واحد عنده يعني مرض بالليفر خوش عنده فايرال انفكشن مثلا بالليفر او مو فايرال تريد تسوي له عمليه وعنده يعني ليفر فيلر فشنو ممكن الجاز انستيك اللي تستعمله تقول له شنو النيتروس اوكسايد يعني شنو ما عنده هيبوتوكسيستي على الليفر هذا حيقول حيكون شنو امن واحد بيهم فهذا شنو هذا درخ تدرخ درخ هذا جاي يعني 100% حيجي بالميد فهذا شو تسوي له تدرخ درخ مثل اسمك يعني جاي وصلنا لاخر سلايد مهم الزمن اللي هي الادويه الادويه هاي اخذناها اللي هي الانهيليشن قبل شوي اخذناها اللي فوق فعندك الادفانتج مالتها وثيرابيوتيك يوز طبعا مو كلهن
disadvantage والadvantage ممكن هن يعني. وعندك ال intravenous anesthetic همين منطيك الadvantage والdisadvantage. فنبدأ بهم شوف واحدة واحدة لأن يعتمدن على الحفظ يعني. أشرحها بصورة سريعة لأن يعني يعتمدن على الحفظ وأنت تقرأ الشيء المميز يعني شوف شيء مميز بين قرأ ركز عليه. مثلا عندك هذا أول واحد disoflurane هذا شنو يقول لك disadvantage راح أبدأ بالdisadvantage بعدين الadvantage. disoflurane يقول لك هذا لازم تستعمله شنو جهاز سبيشال جهاز مميز انا بدي اشتغل هذا شنو ديسفلوران فشنو يتطلب جهاز خاص يعني مو مثل البقية يعني يشتغلون يعني على جهاز يعني واحد هذا راح يتطلب جهاز واحده فهاي الديس ادفانتج مال منو مال ديسفلوران فاذا جاب لك قال لك اكو دراج من الانهيليشن انستاتيك ويحتاج سبيشال فابوريشن فابورايزر منو تختار تبي الخيارات تختار ديسفلوران هاي خاف يجيب لك هيك ممكن يجيب لك هيك. نجي على النيتريس اوكسايد هاي الادفيرس افكت مالتها طبعا يعني ذني مو كلش مهم هذا الادفيرس افكت لان هو هذا قلنا امن واحد يعني ما نركز على الادفيرس افكت مالته فيعني بس نقراها انكمبليت انستيجيا يعني ما راح يسوي انستيجيا بصوره يعني كامله فايش يحتاج مساعد وياه نو مسل ريلاكسيشن ما يسوي مسل ريلاكسيشن وما يسوي كومبليت انستيجيا يعني الانستيجيا مالته مو كامله هذا هم شيء مميز عن النيتريك اوكسايد انه الانستيجيا ما تشبيهه مو كامله تعرفون ليش لان هاي مالته شوفوا البلد للتشيو يعني بالبلد للتشيو حتكون شبيهه هايست اقصد سلو قليله كلش قليله فاحنا قلنا هاي لازم تكون عاليه انا مو شنو انا مدي يعني انا مدي طن انستاتيك فلذلك هنا شنو الانستاتيك مالته مو كامله ليش خاف يجيب لك اياها فتقول له لان البارتشن كوفيشنت مال البلد للتشيو شبيهه قليله مالته فالشيء المميز انه شنو يحتاج فد دراج ويا ثاني ليش؟ لأن هو يسوي إنكمليت إنستيجيا هذا نترس أوكسيد. نجي على الهالوثيون هذا متروس إدفيرسيفيت كل شيء بيه راح شيء يسوي ريديوس هيباتيك أندرينال بلاد فلو حيكون توكسيك على منو على الهيباتيك كله على الهيباتيك حيكون شنو توكسيك حينزل الضغط تعرفون ليش ينزل الضغط لأن إيش قلنا حيسوي أرزمية والأوتبوت حيقلله يعني السيستوليك حيقل فطبعا يقلل الضغط هذا تأثيره يعني على القلب كلش كبير sensitive myocardium to action of catecholamine راح يأثر على الكاتيكولامين مال شنو مال الهارت مال عضلة القلب راح يسوي هيباتوكسيستي مثل ما قلنا وأرثيميا همين مثل ما قلنا هذا من هو هذا هالوثيون هذا كله adverse effect وقلنا ما يستعملوا أصلا السيفو فلوران هذا شنو عنده توكسيستي للرينال خوش من عنده توكسيستي للرينال قلنا دول عندهم شنو توكسيستي للرينال وحتى الهيباتيك فهذا كمال الديس ادفانتج مال منو مال الهنريشن هسه نجي على الادفانتج الادفانتج مال النيتريس اوكسايد حيكون جود انالجيسيا مسكن جيد اللي يحتاج مساعد ثاني على مود يصير انستاتيك حيكون سيف ونون اريتيتنج ما راح يسبب يعني ريسبيراتوري ديبريشن حيكون امن هاي مميزات ما تنعرفها يعني هو زين كل زين هذا نجي على الايزوفلوران جود مسل ريلاكسنت رابيد ريكفري stable of cardiac output does not rise under cranial pressure no sensitive of heart to epinephrine يعني ما راح يسوي sensitive للكاتيكولامين يعني هاي استعمال هاي الادفانتج مالته يعني ما اشوفها يعني كلش مميزه نركز عليها عندك هذا السيفلوران هذا اهم ركز عليه مميز شنو مميز بيه انه هو شنو برونكايل سموث مسل ريلاكسيشن يسوي فحيكون جود للبيشنت وذ ازما اذا جاب لك بيشنت عنده ازمه واختار لي غاز انها الاستاتيك ايش تختار له سيفو فلوران فيش تحفظ يعني ايش تحفظ هذا الجدول او هذا يعني الصوره رابيد اونست اون ريكفري طبعا هذا يعني شيء يعني زين نوت ارتيشن ويوسفول ان تشيلدرين فهذا ايش بيشين مميزات يعني يستعملوا للتشيلدرين والازمه برونكايل سموث مسل ريلاكسيشن يسوي للازمه والتشيلدرين فهذا كلش يعني حيكون مميز بس شنو عنده رينال توكسيستي هاي المشكله مالته نجي على الانترافينوس انستاتيك اللي هو اللي ايش يسبب لك اندكشن عندك الثايوبنتال ديز ادفانتج مالته بور انالجيسيا كوزز سيجنيفيكانت نوجيا ليتل مسل ريلاكسنت لارينجوس بازم يعني شنو تقلصات تصير بالحنجره فهذه النملاتين اذا تحفظون يعني بروبوفول بور انالجيسيا ما اشوفون يعني مميزات مثل فوق يعني مثل ما علمتكم تشوفون في شيء مميز قلت شبي يعني هذا اللي يقدر يجيبه بقية يعني حيكون مشابهة هذا جود انالجيسيا بور انالجيسيا يعني مو يقدر يجيب من عندنا سيلة الثايوبنتال حيكون عنده رابيد اونست اوف اكشن بوتنت انستيجيا
جود انالجيسيا اللي هو منو اللي هو كيتامين وفنتانيل. جود انالجيسيا حيكون كلش اقوياء بالانالجيسيا ذولي. بروبوفول نوت لايكلي تو كوز نوجيا، حيسوي نوجيا هذا او ما يسوي نوجيا اقصد، نوت لايكلي تو كوز نوجيا ما راح يسوي نوجيا. رابيد اونست ولور انتراكنيال بريشر هذا الاشياء اللي تسويها. هذا الاخير ديكسيميتادوميدين نو ريسبيراتوري ديبريشن بلنت اند ديزايربل كارديو واسكولار ريفلكس، ما يعني ما راح ياثر على القلب وما راح شنو ما راح ياثر على الريسبيراتوري ديبريشن، هذا ما حيكون مميز هذا يعني ما نقروه. فهذا الجدول انا برايي شلون تقروه مثل ما علمتكم تشوفون شيء مميز به، مثلا هنا هذا يحتاج جهاز مميز، هذا هنا يسوي لك رينال توكسيسيتي، هذا برونكايل والتشيلدرين للازمه والتشيلدرين، فاذا الشغلات مميزه اقروهم، الشغلات مو مميزه مثلا هذا لا تقروه عفوا، هذا بور انرجيسيا ما اعرف شنو نوجيا لا تقروه، او يعني بس اقروه طول عليهم وعفوا بس اللي تركزون عليه لان الشغلات المهمه. هنا شنو نكون كملنا هاي المحاضره.